فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال يقول: نحن مجموعة من طالبات الثانوي، وسوف تقيم مدرستنا حفلة تخرج، وطلبوا منا أن نلبس عباءة التخرج، وهي عباءة يرتديها الغرب عند تخرجهم، هل يجوز لنا أن نلبس هذه العباءة في هذه الحفل؟ البسوا عباءة من عباءات المسلمين، لا تلبسوا من عباءات الكفار، من عباءات المسلمين الساترة الجميلة الطيبة، ولا تلبسوا من ملابس الكفار، تقلد الكفار. نعم.